السلام عليكم يا أحلى عالم، معكم كاسر من قناة مترو ريال. شين ألف يو سي رح نفتح على بكش القطة المحتالة مع نسيكا وأسمر ويوسف. نسيكا يا أسمر يوسف يا شباب، معاك سمعني؟ خلاص تمام، يلا نفتح، هلا هلا كاسر، يلا نفتح الباكج. معك يلا 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 يا بسم الله. بلش أول فتحة اللي هم دون تخطي. يلا بسم الله، هاي بحظ المتابعين يا شباب. يلا 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 نيد، حلو حلو، أحلى متابعين. هات نفتح كمان من دون تخطي. حلو، مت، ما طلع شيء كمان. هات هاي المرة تخطي. افتح واحد، أي بحظ يوسف، افتح واحد بحظ مثلا، يعني أي بحظ أخي. متابعين، خلينا متابعين. يلا بحظ يوسف، الله عليك، أي بحظ المتابعين، أي بحظ حظ المتابعين. حلو، الله عطينا الحجر. اعمل سكيب الحظ يوسف. شنطة طلعت لنا، كنا الشنطة يا جماعة. حلو حلو حلو، شنطة. وهاي بحظي يا شباب، يوم حظ عم أحمد. حظا خش على حظ سكة، هو ده اللي هيطلع. هاي نحطها من دون تخطي. بسم الله، ما طلع لنا شيء. يلا هاي بحظ المتابعين يا شباب. حظ المتابعين. حلو، حجر. حظ المتابعين طول. يلا بسم الله، هات نفتح خمس فتحات. فين حظنا انا واسمر وانت يا كاسر؟ فتحت بحظ يوسف بس. يلا عيب حظك يا اسمر، ولا انت سيبنا للاخر؟ يلا حظ الاسمر. أيوة يا اسمر، طلعت حظك. عيب حظك يا سيكا، يا رب حاجه. ما طلع. هاي بحط فيك ثلاث فتحات حتى ماتيري. بسم الله، يلا يا رب السلام. البدل شعبية طلعت لنا. سلم يا هاي بحظ يوسف. هاي بحظ يوسف، بسم الله. هاي بحظ المتابعين، هاي بحظي انا. كاسف كاسف، يلا. طيب هات معانا تمن احجار. فهم علي؟ احنا كم شلة؟ معانا اصلا كم شلة؟ انا حلو حلو. اسمع، انا عايز هالبدلي، هالبدلي هاي اسمها ايه؟ اسمها مجموعة الاشواك. لا، مجموعة زعيم الاشواك. ايوه، زعيم الاشواك والراس والرقصة بتاعته. انا عايزها هاي البي 90 واللوبي، يعني هيك بطلع. بدنا كمان قول 3 2 5 9 15. يعني ايوه، لا بنجيبن لو اضطر انه نشحن كمان راح نشحن. يلا بسم يلا الله. يلا طيب، يلا ان شاء الله يطلع بالعشر كرات. بسم الله، حلو، مش مشكلة، ما طلع. هاي بحظ يوسف. ها
يا شباب يلا ان شاء الله يطلع لك البيت خلاص السعيد. اسمع، احنا ما فتحناش بحظ قيس، قيس صديق الصدوق، هاي بحظ كبس. ولا هاي بحظ عيون قيس. هلا ثلاث فتحات بحظ قيس يبقى اربعة. يلا ثلاث فتحات تخطي، بنحط التخطي. بسم الله. قيس اثنين ثلاث ثلاث، ففي عندنا مضمون، هاي نخليها بحظ المتابعين. بسم الله. رقمنا الحجر، وهي بحظ أصبر، وهي بحظ عم أحمد، روح، وهي بحظ المتابعين، وهي بحظ اللي بحط أحلى متابعين حظاً أول. سيكا بعد المتابعين بقى. هاي بحظ واللي بحط اشتراك، هاي اللي بحط اشتراك ولايك. هاي بحظ سيكا. اسمع اسمع كاسر. كاسر اسمعوا، هاي اكيد طلب طلب، هاي عشانها مضمون. ايش تطلب؟ اطلب. طلبوا مني شباب عنا هون انه بحظ المنطقة عنا. شو بس قول بحظ الشباب كعامة. شباب ايش؟ كعامة. ولك كعامة شباب الكعامة. يا لفيكو شباب كعامات 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 أحلى كعامات. طب واحدة كمان واحدة كمان لعيونكو. يلا أحلى أحلى شباب كعامات. حلو، طلعت لنا الحجر وطلعت لنا الثعابين. حظ مصر كده كده. معك كم يو سي؟ هيك معانا 4600. يلا بحظ مصر. ومعانا قول 11 حجر. يلا بحظ. هاي بحظ مصر. خش بحظ مصر. الله حي مصر. بحظ فلسطين. لا كل بعض يطعم. أحلى فلسطين. بالله. فلسطين. وهاي بحظ كل المتابعين. حظ كل الدول العربية. بد واحد كل الدول العربية. حلو تنتين. واو حظ أترو عشان أترو حجر. حلو أترو يعني كل الدول العربية. حلو. طيب هيك صار معنا اسمع افتح بحظ أترو. أترو دهش عشان ما يزعمش. أنا مش عارف مننا. ليش البيت عن البلش البيت 90 دوش يطلع. بسم الله. أو اللوبي يعني. يلا وهي بحظ شبيه. قول بحظ أترو عشان هيزعل هيشوف الفيديو. هاي بحظ أترو. أترو يلا حظ أترو داش. قلنا الثعابية والحجر. طيب هيك معانا احنا 14 حجر من علي. وهي بحظ معك صح صح كاسر. معك كم حجر صغير صح؟ معي 200 200 200 نسيت الأحجار الصغير. 200 يعني 4 أربعة يعني معك 18 فتح. كمل كمل فتح انت كده ضمنت الحاجات. نرجع نشحن يا سيكا. هيك 6 و 3 9 10 13. لا انت كده مظبوط يا كاسر. حسبها تاني مظبوط بزيادة كمان. لا 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 انا بقول لك ليش. انا عايز اللوبي تفهم شو. طيب انت معك كم حجر؟ معك كم حجر لوحده؟ 14 حجر غير الصغير. 10 معي 10 ومعي 200 صغير هيك بصيروا 14. انت حسبتهم اصلا من اول. ايوه فكرك مش حاسب. طب اسمع انا بدي اروح اشحن وارجع. تمام يلا شوي. تمام بدله بتجنن يا زلمه. هيك يا شباب رجعنا. طيب شحننا 8000 كمان 8000 يا سيكا شحنت. تمام حلو. يلا نكمل فتحان. يلا بسم الله. انت كده عايز حجر واحد بس صح؟ عايز حجر واحد بس. بسم الله. يلا ان شاء الله. طيب هاي حظ اسمر.
يا اسمع يا رب يطلع لك السلاح هيوفر عليه. وهاي بحظ المتابعين. بسم الله. حظك يا كاسر. هلو طلعت لي الشمس طبعاً. الحجر طلعت لي الحجر. طلعت لي الحجر. تتبدل بإيه؟ طلعت لي الحجر بس بدي أفتح المضمون يا ابني. هاي بحظ المتابعين واللي بيشتركوا حبايب القلب. لا يلا بدلة إن شاء الله. طلعت المضمون هاي بحظهم. حظك يا كاسر. حبيب القلب. قديش معك جواهر؟ معانا قول 12 حجر ومعانا 222 يعني 222. طيب اشتري ايش؟ استغفر الله. اشتري الاحجار اللي هي بال 222 اللي هي بدين. اشتري اربع احجار. اشتريناها. إذا معك كل 15 ولا هلو؟ 16 حلو. ماشي هات الأول العناصر المرتجعة شوي. اسمع على ما أظن بفكر أفتح كمان 3-4 فتحات بلكن وخذ لنا كمان حجرين يعني فاهم؟ طب يلا بس كليات انت خط بحظ المتابعين. حلو حجر كله. كمان حجر يعني. هاي بحظ سيك. هاي بحظ عم احمد. وهاي بحظ يوسف. وهاي بحظ اسمر. اسمر. وهاي بحظي انا كسر. وهاي بحظ الكل. يلا حلو هيك معانا. كده بقى معك 5 خلاص هيك صار معانا. هتشوف بس معانا 19 حلو. جبت الام يا كاسر؟ جبت الام. اجيب الام بس اسمع كاسر مش حلو. ما من رايي الرقصه اسمع الرقصه اللي هي بتاعت بدله الاشواك مش حلوه الرقصه الصراحه. ممكن تجيب البدله والقناع وتبدل الرأس دي بماتيريال. انت محتاج ماتيريال. ايه رأيك؟ ايه ما بعرف. خلينا نبلش. هات نجيب البي 90. بسم الله. جبنا البي 90. وهات اللوبي اهم حاجة. اللوبي طيب واللوبي اهم حاجة. جبنا اللوبي وبعد كده دوس استبدال العناصر المرتجعة. شوف الهيبة يا كاسر يا سيك. هات نجيب البدلة. لا هات نجيب القناع. ضل معانا كده بقى معك كم حجر بعد القناع؟ ضل معانا 50 بعد القناع. ضل معانا 50. هات مثلا الأم. جبتها الأم. الأم شعبية. الأم مش محتاجة لأن هي مش كل مسج. حرام مش كل مسج. أيوة نفس ال... نفس الأم. تمام. اسمع كاسر ممكن أنت معك 5 أحجار صح؟ معك كم حجر؟ معك كم حجر؟ 5 معي 5. ما شوف انت مثلا ممكن تسيبهم لو محتاج ماتيريال تبدله بماتيريال. انا محتاج. ايوه هتشوف كم ماتيريال معانا. 5. انا شوف كم معاك صح. معانا 15 ماتيريال. قديش معك ماتيريال؟ انا 6 يعني 21 هسه. واذا بشتري 5 بدي 26. قد ايه بيحتاج السلاح؟ سبع. قد ايه بيحتاج الام 4؟ بيحتاج 37 يعني انا عايز
قول كمان 11 ماتيريال. يلا روح طور الانفور دغري. يلا طب ما تستنى اقول لك فكره، اقول لك فكره، استنى استنى. اقول ايه رايك تطور الام 4 كل مسج والبي 90 كل مسج و قدام شويه تطورهم ماكس، تنزل فيديو تطوير الام 4 ماكس والبي 90 ماكس. تمام. لا انا عايز او لو الفيديو ده طور. جبت لو الفيديو ده طور الام 4 كل مسج، نزل فيديو تطوير الام 4 ماكس. هات نشوف البيت وين. سبعة وثلاثين زي الام 4 قبل يا زلمة. ممكن تعمل فيديو الام 4 لو المتابعين موافقين خلوهم يكتبوا، اعمل فيديو مخصوص للام 4 طوره ماكس. فهمت عليك. طيب تمام يلا. انت كده طلعت الباكج كله يا خطر، كده كده البدل انت مش مستعد. عمل اي يلا اشترينا 50 بس الحظ ما المفروض كان يطلع لك هذا. لا الحظ لازم يطلع لي حاجة بس خلاص مش مشكلة يعني. طب خلينا اسا هاتن اول بي 90 وبعدها الابورة. هات نشوف البيت وين. سبعة وثلاثين زي الام 4 قبل يا زلمة. ممكن تعمل فيديو الام 4 لو المتابعين موافقين خلوهم يكتبوا، اعمل فيديو مخصوص للام 4 طوره ماكس. فهمت عليك. طيب تمام يلا. انت كده طلعت الباكج كله يا خطر، كده كده البدل انت مش مستعد. عمل اي يلا اشترينا 50 بس الحظ ما المفروض كان يطلع لك هذا. لا الحظ لازم يطلع لي حاجة بس خلاص مش مشكلة يعني. طب خلينا اسا هاتن اول بي 90 وبعدها الابورة. بسم الله الانفجار. الو هاي النيت. تمام النيت ده صار مستوى بس شكل متقدم. هاي اشعار الاستبعاد. تمام روح على الانفو. نور تأثير شوف شكل متقدم. ده عمل له تأثير الإصابة فيك. فعملك تأثير الإصابة. ممكن عادي. نعمل له تأثير الإصابة. معناش مش مشكلة. الانفور ورينا الانفور طورتها. كاسر معاك الماتيريال الصغير القطع معاك معاك ولا حولتها؟ اول خلاص تمام. اسمع بنعمل فيديو. تمام. اذا هذا الفيديو يا سيكا وصل 200 لايك راح اعملهن فيديو نقوي كل نقوي الانفور والبي 90 ماكس. تمام والبي 90 ماكس. تمام يلا هم يكتبوا لنا في التعليقات لو عايزين الفيديو ده يوصلوا الفيديو ده 200 لايك. يلا شوي بس. هيك يا شباب كان اخر نهايه الفيديو وفتحنا على كل الباكج وين البي 90 وين الانفور. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك ودعمكم يا شباب حبايب القلب. ويلا سلام. We'll be right back.